فكر شوي، هي كمان رفيقة أرتي ونحن هلأ لازم نساعدها، ونحن وضعنا منيح بس كمان ما لازم نتعالى على الناس، بالآخر كلياتنا مثل بعض وما في حدا أحسن من حدا. وين كرامتنا يا أبي؟ طيب أنا فهمان وجهة نظرك، بس كمان يا أبي لازم ناخد حذرنا وما نوثق بحدا بسرعة. شو رأيك، عم تحكي الحقيقة ولا لا؟ طبعاً. جيريش أبي معه حق، يعني مو حلوة نتركهم يطلعوا من هون بهالوقت المتأخر من الليل. خليهم يضلوا هون الليلة وبكرة الصبح منحكي. جدو؟ يعني مو وقته هذا الكلام، وكمان مو حلوة نتناقش قدام الجماعة. أمي بتوقع صار خلاف بقلب عيلتهم بسببنا نحنا، لهيك نحنا ما لازم نضل هون. قلت لك هالحكي من قبل، كان لازم نضل الليلة بالبيت، وأنا كنت الصبح بكير رح إجي وأخذ المصاري تبعي، وهيك كنا رح نلاقي مكان نقعد فيه. يا جماعة بصراحة نحن آسفين لأنه أجينا بهالوقت، خلص نحن رح نروح، عادي مندبر حالنا بشي طريقة الليلة. أمي تاي بكرة الصبح رح تجي، يلا بالإذن. إيه يلا بنتي. قلي انت ليش سكرت الباب؟ خالتي انتو رح تضلوا هون الليلة. شو؟ ليش بدهم يضلوا هون؟ هدول ناس غربة وما منعرفهم. قلي يا ولد انت ليش ما بتسمع الكلمة؟ انا ما عم بقدر افهمك بنوب. صحيح، احيانا ما فينا نفهم الناس اللي عايشين معهم. واثق بهدول الناس اللي ما بتعرفهم؟ بعدين يا ابني نسيت هاي البنت شو ساوت؟ ما ساوت شي، ربحت بشطارتها. بعدين أنا شفتهم كيف عم يحاولوا ياخدوها معهم. إيه هو شافهم يا جدو. أنا بدي أحكي لك حفيدك هاد اليوم إجا مثل البطل ودافع عني، صار يضرب هدول الشباب اللي تعرضوا لي. ما تواخذني، أنا بس حكيت اللي صار. خالتي جدي هو صاحب القرار الأساسي، وبدي إياكي تضلي هون الليلة.